أسمع هاني شاكر لأول مرة في مكتبة اسكندرية. أنا فرحان جدا بلقاء جمهور اسكندرية يوم 6 الجمعة اللي جاية وأهل اسكندرية الجبال، وإن شاء الله يا رب تبقى حفلة جميلة بإذن الله. استنوني في مكتبة اسكندرية يوم الجمعة 6 فبراير مع أحلى جمهور في الدنيا، جمهور اسكندرية. كلمة أحبك وحدها تعني لي الشيء في أحلى النجوم. حكي من بعدها قريبا كنا بلا معنى يصير.